التحقت بنداء وهو نداء ترشح لخوض مضمار الانتخابات الشرعية يوم 12 جوان 2021. أيضا نلاحظ أن استقطاب يعني عودة يعني الثقة ما بين المواطن والدولة يعني الناس راها تترشح في كل طمأنينة وأمان، وهذا ما لاحظناه عن في بعض الاستقبالات لمختلف الأحزاب الحرة، الأحزاب معتمدة قانونيا والحرة اللي أعطتها السلطة المستقلة للانتخابات يعني